ضخامة هذا العمل الإرهابي أستاذ ألكسندر بيخلينا نتساءل، الأجهزة الأمنية الفرنسية فين؟ كانت فين؟ ده ما عدتش سنة لسه على الهجمات اللي حصلت على تشارلي إبدو، يعني هل كان في تراخي أمني؟ هذا التساؤل مثار في فرنسا نفسها، مثار طبعا من جانب اليمين لأنها حزب معارض. وبالمناسبة دي أول مرة، يعني أيام شارلي إبدو في يناير لما حصل الهجوم الإرهابي اتحدت فرنسا واستمرت الوحدة إلى بعض الوقت. النهاردة بان بسرعة جدا الانشقاق، يعني حتى لو فرانسوا أولاند رئيس فرنسا استقبل نيكولا ساركوزي، لأنه نيكولا ساركوزي بدأ بانتقاد السياسة الخارجية. وهذه النقطة أيضا، أين كانت الشرطة؟ هل الشرطة قامت بعملها كما يجب؟ هناك خبراء أمنيين بس حقيقيين، مش زي الاستراتيجيين اللي نعرفهم. بتلمح لإيه يا أستاذ؟ لا لا ألمح لشيء، أنا أنت عارف أنا خواجة فما بعرفش أعرف كويس. واضح. أحيانا بقول خبور. واضح. فما علينا. فبيقول لك إنه في فشل على المستوى المعلوماتي. يعني التدخل لما الأحداث حصلت مش دي المشكلة، لأنه ما فيش شرطة في هذه الأحداث، وخصوصا أن أنت بتواجه ناس انتحاريين عمرك ما واجهتها، يعني عملية صعبة جدا أنه تنتقد هذا. إنما ما يتم انتقاده هو أنه هذه العملية تم ترتيبها على الأقل من 3 أشهر. في ناس جت أكيد وتم تدريبها في سوريا ورجعت من سوريا أو في معسكرات، في ناس جت من بلجيكا، فانتوا كنتوا فين على المستوى المعلومات الاستخباراتي؟ انما هي المشكله بقى اللي بتواجهها فرنسا هي القانون. ما انت عشان يبقى عندك، يعني عندك في ما يسمى مسجل اس فور سيكيورتي، امن. الخمسة آلاف دول قد يقوموا بعمل ارهابي او يمثلوا خطر، قد ما تقدرش تعمل حاجة. إرهابيين محتملين، مش إرهابيين، يعني قد يكونوا قد يتطرف. ما تقدرش تعمل لهم حاجة. أغلب الناس في كل العمليات اللي بتحصل شغلي يبدو في العملية دي أس، كانوا على مسجلين أس. الشرطة بتقول لك طب أنا ما أقدرش أراقبهم، أولا ما عنديش الإمكانيات البشرية الكافية، وما عنديش الأذونات النيابة ولا الكافية. هل ده ممكن يتغير؟ طبعا، وده اللي بيطالب فيه اليمين، وده اللي بيحاول يستغله أقصى اليمين عشان يقول لا 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 النظام حاليا ما ينفعش. في طبعا تخوف من انك انت لو فتحت الباب وسمحت الشرطة انها مثلا تراقب ناس بدون لما تاخد اذن، وتراقب تليفوناتها وتراقب تليفون مراتها وبتاع، قد يؤثر على الحريات الشخصية.